دي كانت مساحتنا اليوم الليلة في برنامج ظلال الأصيل، واللي ابتدرناها بالنعي لشاعرنا الجميل الراحل صلاح حاج سعيد. كاميرا أشروق كانت حاضرة في مراسم الدفن والعزاء، كذلك المساحة الأولى كانت على الثقافة القانونية وأستاذنا آدم عبد الحميد المحامي والقانوني، والمساحة الأخيرة نشكر فيها الشاعرة زوبا طاشين التي عطرت المكان بطيب كلمات والحان الجميل التي تضج بالفخر والحماسة. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد، حتى ذلكم الحين لحن الختام، مع السلامة.
من الليالي معانا من نسى الايام فيها الخيب عليها